السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، حياكم الله أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. هذه الحلقة رقم 17 من يوسفيات، روائع التدبر في سورة يوسف. أتمنى أنه تكون الحلقات اللي فاتت يعني قد نالت رضاكم، وشاركوني في التعليقات حتى أعرف مدى استفادتكم من هذه الحلقات. وراح أبدي الآن بالأسئلة، وراح أسأل أخي دريد بعض الأسئلة في هذه الحلقة، أنه أريد أحصل منه الإجابة عليها وتكون إن شاء الله أجوبة شافية أستفيد أنا منها وأنتم أيضا تستفيدوا بإذن الله تعالى. فتعالوا معي أحبتي نسأل هذه الأسئلة وننتظر الجواب منه. السؤال الأول: ماذا يفعل الأب إذا سمع من ولده كلمة تجرحه؟ ماذا تقول؟ حياك الله أخي أبو مريم، وحيا الله جميع المتابعين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. بالنسبة للسؤال الأول، إذا سمع الأب من ولده كلمة قد تجرحه، فليتأسى بيعقوب عليه السلام الذي حين أظهر حزنه على يوسف لم يسمع من أولاده إلا ما زاده هما، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، فماذا فعل؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تمام، بارك الله فيك. السؤال الثاني: هل للمحبة والشوق آثار سيئة على الإنسان؟ نعم أخي أبو مريم، بكل تأكيد شدة المحبة والشوق يتلفان ويهلكان حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، أي لا تفارق تذكر يوسف وتفتقده حتى أصبحت مشفيا على الهلاك، أي مشرفا على الهلاك. لا يحس بطعم الفقد إلا من ذاق آلامه. جزاك الله خيرا. السؤال الثالث: أريد منك أخي دريد أن تحكي لي بشيء من التفصيل عن قول يعقوب عليه السلام، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لو سمحت. سؤال جميل أخي أبو مريم، وأحييك على هذا السؤال. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قالها يعقوب. ماذا نفهم؟ أحبتي في الله، بعض الأوجاع لا يفهمها البشر وليس حتى بمقدورهم تخفيفها، وما من ركن تشعر أن بمقدوره إزاحة همك إلا الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. سبحان الله، لما بث يعقوب عليه السلام حزنه لله تعالى لم يطل حزنه، بعدها بأيام وجد ريح يوسف. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لن يشعر أحد بحجم آلامك ولن يعلم بعمق أحزانك إلا الرحمن. لذا لا تبثوا شكواكم إلا لمن يكشف بلواكم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قالها يعقوب عليه السلام وفي المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هكذا هم الصالحون، دوما همومهم وأحزانهم لا يرسلونها إلا لخالقهم. في سورة يوسف لم تتحسن الأحوال ولم تفرج إلا بعد أن قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أداة حصر، أي لا أشكو إليكم، ترك الشكوى لهم، فرد الله بصره وجمعه ببنيه وأغناه، ترك الشكوى يعجل الفرج. ولاحظ معي أخي أبو مريم وأحبتي المشاهدين، إنما أشكو بثي وحزني، قالها يعقوب، وإني خفت الموالي، قالها زكريا، أني مسني الضر، قالها أيوب،
ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قالها موسى عليهم السلام جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. حزين يعقوب، خائف زكريا، مريض أيوب، فقير موسى. الحزن والخوف والمرض والفقر طريق الفرج. همومك وملامحك المنهكة المفضوحة استرها بي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مع الله يكفي أن تقول يا رب أنا أتألم. من وجد لذة الشكوى إلى الله لن يشتكي إلى الناس أبدا. الله الله، بارك الله فيك. السؤال الرابع، ماذا أفهم من هذه الجملة التي قالها يعقوب وأعلم من الله ما لا تعلمون، والتي وردت بعد قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ شوف عيني أبو مريم، من أكبر بواعث الرجاء العلم بالله، فكلما زاد علم الإنسان بالله تعالى قلت شكواه إلى الخلق ولم يصرفها إلا إلى الخالق. لذا قال يعقوب عليه السلام وأعلم من الله ما لا تعلمون. جزاك الله خيرا. السؤال الخامس، بالرغم من حزن يعقوب عليه السلام العميق قال لبنيه اذهبوا فتحسسوا. سبحان الله، قمة التفاؤل. ماذا نفهم من هذا أخي دريد؟ شوف أبو مريم، بعد أن قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا. بالرغم من الحزن العميق الذي ملأ قلب يعقوب عليه السلام، إلا أنه كان متفائلا في الوقت نفسه. هذا هو حسن الظن بالله. تمام، جزاك الله خيرا. السؤال السادس والأخير، قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. لما لم يذكر يعقوب عليه السلام الابن الثالث اللي هو كبيرهم؟ ما السبب؟ خلي أول مرة نقرأ الآية أخي أبو مريم وبعدين نشوف ما السبب. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. لم يذكر الولد الثالث لأنه بقي هنالك في مصر اختيارا منه مع علمه بحاله. يعني هو يعرف الآن يعقوب عليه السلام ما مصيره وحاله، بينما بنيامين ولا يوسف لا يدري ولا يعرف عنهما شيئا. ولأن يوسف وأخاه كان بعدهما اضطرارا بدون اختيار منهما وأقدم عهدا من الثالث، مع جهله بحالهم ومآلهم. الجرح الاختياري أحبتي في الله أقل عمقا من الجرح الاضطراري. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وإن شاء الله أحبتي المتابعين تكونوا قد استفدتم مثلي مثل ما أنا استفدت من هذه الحلقة. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه لا تدخلوا علينا بالتعليقات ولا حتى باللايك، لأنه اللايك يؤدي إلى نشر هذا الفيديو ويشاهده أكبر قدر ممكن من الناس، فكونوا سببا في نشر الخير والدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.